معاكم صديق علي سلمان بن صالح، أنا صديقه نسى فطوره اليوم وجبت له فطوره، أنا صديقه وهو صديقي، أنا أبوه في نفس الوقت سلمان بن صالح. الله يخليكم يا أبناء يا طلاب يا شاطرين، كلكم بين عليكم شاطرين، صيروا أصدقاء لأبوكم ولأمكم لوالديكم، خلهم يصيرون أصدقاء يستانسون، بالذات الأب يستانس لما الولد الأب يقول حق ولده أنت صديقي، والولد يقول حق أبوه أنت صديقي، فرحة حلوة. يا عيالنا صيروا شاطرين، اللي يتخرج من جامعة يصير مهندس طبيب أو مخترع أو واحد يصنع شيء، ترى مو بحسن منكم الناس اللي صنعوا تلفونات وصنعوا طيارات، اللي يتخرج راتبه عالي يحصل 15-20 ألف راتب، يقدر يقدم على قرض من البنك يعطونه مليون ومليونين، لكن اللي يخلص ابتدائي ومتوسطه يعطونه يمكن راتب 4000-5000، لما يروح البنك يبقي قرض عشان يسوي له بيت يعطونه يمكن 100 ألف والله 50 ألف. إذن المهندس اللي تعلم بياخذ الفلوس بيشتري له أرض بيسوي له بيت بيسوي له فيها بركة سباحة زراعة ويحط له فيها مكينة مشويات وعياله يلعبون في حديقة، يكون صغير وعنده بيت مو بعنده شقة، يتغير الوضع. انتبهوا يا عيالي. أبويا الحنين أبويا الغالي سندي وروحي ونجمي العالي أبويا حبيبي.